عرفتوا علاش مولانا حرم علينا اننا نبنيو علاقات المسمى بالصحوبية ما بين الذكر والانثى؟ حيتاش النتيجة ديالها هي حكايتنا الليلة. ما تمشوفين وخليكم تفرجوا في هذه الحلقة باش تستفدوا من اخطاء الاخرين. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. فقبل ما تبدا حكايه الليله ما خسرتي حتى شي حاجه الا هبطتي لتحت وضغطتي على زر الاعجاب باش هكا المحتوى يطلع وتشجعني حتى انا باش نكون ديما معكم في الجديد. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتقول صاحبة حكايتنا الليلة بلي أنه في حكايتي ضروري نبدأ بالطفولة ديالي، لأنه أنا أكيدة الخلل اللي وقع في المشاعر ديالي بسبب طفولتي. كتقول ملاك صاحبة حكايتنا الليلة، أنا واحد الإنسانة اللي عشت مع أمها ومع باها، ولكن ما عقلش على الطفولة ديالها حيتاش ببساطة كيف حلت عينيها ووصلت 4 سنين أو 5 سنين كانت كتعقل على حاجة واحدة، واللي هي المشاكل اللي كانوا تيوقعوا ما بين والديها. بابا واحد الإنسان اللي لاباس عليه، عنده فيلا وعنده 2 ديال بارتمات وغيرهم، كان كبير في السن ولكن جاتو سن المراهقة اللي كانت متأخرة اللي خلاته باش أنه يخرج مع العيالات ويمشي معهم، حتى ما بقاش كيتسوق لينا ولا حتى اننا كنشوفوه، واذا كثر في شي نهار كنشوفوه غير ساعه ولا زوج وكيمشي في حاله. فاش كيوصل العيد ديما ماما كتكون مضاربه معاه باش انه يعطيها، يا اما باش انا نتكسى يا اما باش تصير على الدار. كتبقى مضاربه معاه لدرجه انه كلشي تيسيق الخبر بلي هما مضاربين، علما انه عنده الفلوس. باختصار مفيد، الطفوله ديالي كانت صعيبه حتى درت باقا نعقل 10 سنين وغادي يدعي بابا ماما في المحكمه اللي ما كانتش عرفت علاش. كان ديما كيتعدى عليها ماشي بالضرب ولكن بالاهانه، كل مره كان مع مرا في شكل او لا كانت تدير لماما شي دواء باش انها ما تبقاش عاقله بسبب شربت السم ديال الفيران باش انها تنتحر. كانت تهددها باش انه يحيد لها الحاله المدنيه، وحاولت انها تهرب ما مره ما زوج على ودي انا باش تقدر تبني ليا واحد الحياه اللي هي كريمه. المهم فاش دعاها وما كانتش عارفه علاش اصلا، فحتى هي بدوره غادي تدعي على انه ما محملش المسؤوليه كزوج ولا حتى كاب. خرجت ليه المحكمه باش انه يعطيني 2 ديال المليون و50 ألف ريال. فاش خرجت ديك 2 ديال المليون كنت يلاه باقا كنعقل نجحت في السادس في ابتدائي. هاد النهار فاش عرفت بلي انني نجحت، بابا بدا كيطلب ماما باش انها تنازل ليه، غادي يدوي مع الجيران حتى قنعوها وتنازلات ليه. وهنا كان بغى الموافقه باش انه يتزوج بمراه وحده اخرى، ماما ما عطاتهاش ليه، ويطح عليه واحد الخطه قال ليها انا غادي نعطيك باش انكم تمشيو تقلبوا فين تسكنوا ونجي نسكن معكم حتى انا ونبدلوا الدرب ونبدلوا حياتنا. ففعلا فاش خرجت بدات البحث على شي منزل اننا نعيشو فيه غادي يمشي يبدل القفوله نتاع الدار. فاش رجعنا لقينا الدار تسدات ومبدلين ليها القفوله. ماما جابت لي فرع داك القفل ما خلاتهاش مولات الدار، اصلا مولات الدار كاينه في الخارج غير اختها اللي كانت مكلفه. فهددت ماما الا مشات دارت شي حاجه بحال هكا غتعيط لها البوليس. فهاد اللحظه هنا قالت لي ماما عيط عليه في التليفون وقولي لي باش انه يجي يعطينا الساروت. عيط لي دار معايا باش اننا نتلاقى به، تلاقيت به وداني في الطوموبيل عند مرته الاولى اللي كان اصلا مزوج بها ولكن ما بقاش، وقال لي عمرك باقي تشوفي ماماك، حيت كانت باقا عندي 10 سنين فبقيت كنبكي وكنغوت وتنقول لي بغيت ماما. خلاني مع ديك مرته الاولى اللي كانت مطلقه ولكن كان ساكن معاها، فمشى وخلانا بقيت عندها لمدة 5 أيام. فهاد 5 أيام غادي يجي يشوفني مرة واحدة. هاد مرتو اللي تكرست عليا وتعدات عليا كانت كتعطيني أنني باش نشقى مع المساعدات ديولها لدرجة أنها نعستني معاهم. واحد النهار قررت باش أنني نهرب، اللي كان نهار الجمعة، حاولت لكن حصلوني لا غد لي غادي نهرب. وانا في الطريق تنسول على واحد البلاصه وتعرضوا ليا واحد الزوج اللي كانوا بغاو يتعداو عليا، فهربت منهم وتخلعت. الحمد لله انه ما وقع لي حتى شي حاجه. وصلت عند خالي باش انه يديني عند ماما، فاذا به غادي يقول ليا اذا بغيتي امك عمرك تبقي تشوفي مازال باك، واذا بغيتي باك عمرك مازال تبقي تشوفي امك. كنت مضطره اني نختار واحد فيهم، اختاريت ماما. ماما اللي دخلت عليها مسكينه لقيتها مصدومه ما كتاكل ما كتشرب وغير شاده واحد القنت ببساطه حيتاش راجلها اللي هو بابا هربني عليها. خوالي اللي هما خوتها حتى شي حد ما عقل عليها، وهم كلهم كانت هي اللي كبرتهم حتى داروا ديورهم والمحلات ديالهم. فاش وقفت عليهم ما لقاتهمش، بقينا كنتلوحوا عند الناس. انا بوحدي جالسه عند واحد السيده اللي كانت كتشقى عند ماما اللي غادي نلقاو فيها الخير على عائلتنا، وماما كانت فقنت. هاد الشيء دام لمده سنه، العائله د ماما اللي خصهم يوقفوا معاها ما كانوش مسوقين ليها. بقينا هكاك كنتلوحوا حتى طلعت الاعدادي، وجا بابا باش دار ليا الحصه في المدرسه على اساس انني ما نتحولش الا بالاذن ديالو، وانا كنت مازال باقا صغيره كنخاف منه. فاضطريت انني ما نقراش داك العام،
ماما مسكينه ما كانش عارفه شنو ندير، عمرها ما خدمت ولا حتى شي حاجه. من بعد هاد المشكل العويز ما بقاش لها الاختيار، فخرجت خدمات في الديور، مره كتغسل الطوموبيلات، مره كتغسل اعزكم الله القمامات، حتى كرينا واحد البراكه باش اننا نتجمعوا فيها. ديك السيده اللي كانت كتعاون ماما وكانت عندها هي اللي غادي تعطينا الحوايج وغادي تعطينا المانط باش اننا ننعسوا غير باش نقضيو، وشي كيسان وشي طبيصلات بيد ما نقدروا ندبروا على راسنا. بقينا بشويه بشويه ورجعت للقرايه وتقطعت علاقتي مع بابا. حتى لواحد النهار سمعتو بلي انا ودار شي عمليه، مشيت نشوفو جرى عليا وعايرني. علاش؟ حيتاش اختاريت باش انني نبقى مع ماما. مره اخرى فاش طلعت للاعدادي مشيت عنده باش انه يعطيني الحاله المدنيه ديالي، وايه غادي يجري عليا بس ليه يديه ورجليه باش يعطيهم ليا حيت كان خاصني نقرا، ولكن ما بغاش. انا تحرمت من الحنان ديال الاب ديالي وحتى الاسره ديالي منين وانا صغيره، واخا الام ديالي مسكينه دارت المستحيل باش ما نحس بداك النقص، واضطرت انها ما تزوجش على قبلي. تعذبات على ودي حتى قريت وشربت وكليت وكبرت، واخا كنت محرومه من حوايج العيد وما كنتش كنجرأ انني نقولهم ليها، ما كنتش كنجرأ نقول لها عطيني، حيتاش كانت يلاه كتكافى مع المصروف. دازت الايام وطلعت للباك ولكن ما نجحتش فيه. قلت بلا ما انني نضيع الوقت في القرايه خدمت في واحد المحل لانني كنا محتاجين الفلوس. فهاد الخدمه كنت تلاقيت واحد الانسان، كنا اصدقاء، بدات كتطور العلاقه ديالنا حتى ولا صديق مقرب ليا. كان كيعودني على حنان الاب ديالي اللي هو حرمني منه، واذا احتاجيت شي حاجه كان تيعاوني فيها وكيوقف معايا، كان كينصحني هذه مزيانه هذه خايبه، وغير اذا مرضت هو اللي كان كيديني عند الطبيب. وانا من هذاك النوع اللي كنت عطشانه للحنان ديال الاب اللي تحرمت منه، تخيلوا لدرجه انني وليت كنعيط ليه غير بابا كيعيط ليه هو بنتي. هادشي اللي تنقول راه بصح. بقينا هكا لمده نتاع 4 سنين وهو عنده حياته الخاصه، بمعنى انه كان بعلاقه مع واحد البنت وحده اخرى وانا عندي حياتي الخاصه. في نفس الوقت كنا مكملين بعضنا وكنا مفاهمين بزاف. بقينا غاديين على هاد الظروف حتى لواحد النهار قال لي واش نقدر نشوف، قلت ليه لا انا راه خارجه مع ماما. وانا ديك اللحظه كنت خارجه مع واحد السيد اللي كنت كنعرفو وصاف، لغد لي في الخدمه سيد غادي يقول لي يلاه معايا. مشيت معاه باش نتسخرو، مشيت معاه في الطوموبيل بحال ديما. شويه غادي تسيف عليا وتعصب لدرجه انه بدا تيقلب لي التليفون ديالي، قال لي انت كذبتي عليا ودابا غادي نقتلك. تعصب عليا وضربني وهو يقول لي انا على ودك غادي نمشي للحبس. شفت انسان اخر من غير هذاك اللي تنعرف، حسيت بالغيره في كلامه لدرجه انني وليت كنخاف منه. فاش تنمشي للخدمه كان كيتلقى لي باش انه يديني وكيدي لي التليفون ديالي وكيقلبو، وليت كنشوفه كنخاف منه، ما بقيتش مرتاحه معاه كيف كنت في الاول. غادي يسجل لي واحد لابليكاسيون في التليفون ديالي وغادي يبدا يتجسس عليا بها من الواتساب، واللي كيوصلني كيوصلو حتى التصاور اذا تصورتهم في شي بلاصه كانوا كيوصلوه، وخد الايميل ديالي، المهم اي صغيره وكبيره في التليفون ديالي كتوصلو. كان حاضني من جميع الجوانب، فانا بديت كنغوت عليه، لا راه ما يمكنش هادشي اللي كدير وما بيني وبينك حتى شي حاجه وراك خنقتيني وهذه وهذه. بقيت كنتشكى عليه، قال لي شوفي يا بنت الناس غادي نقول لك زوج كلمات، حسبيها غيره اولا كنتحكم فيك لك الحريه، يا اما ندير لك بحال هكا ونحضك يا اما عمرنا نبقاو ندويو مع بعضنا. كان عارف يمكن نقطه الضعف ديالي، هو كان عزيز عليا ومعودني على الحنان الاب ديالي، لقيت فيه الصديق والاخ وكل شيء، وما كانش عندي القابليه او الفكره باش انه نخليه يتفارق معايا. صحيح انا وعجبني شي حد انه يتحكم فيا، ولكن ماشي بهذيك الطريقه الهستيريه وانه يضربني ويتجسس عليا في التليفون ديالي ويخنقني بهذا المعنى، علما انه كيف قلت لكم كانت عنده الخليله ديالو، لكن عمره ما قال لي بلي انه ناويها للمعقول. كان غير تيدوز الوقت وكان تيشوفها مره في السيمانه حيت كانت بعيده عليه. واحد النهار كنهضروا في التليفون ويقول لي تنحس براسي بلي انني في الوسط، ما عرفش واش نزيد لقدام ولا اللور، كنحس براسي وسط شي بحر. قلت لي فلان حتى انا عندي نفس الاحساس، ما بقيتش عارفه راسي شنو ندير. بحكم انه قريب ليا تنقول اذا رفضت هادشي اللي تيدير ليا غادي نخسرو، واذا قلت ليه واخا غادي نتقبل اي حاجه دارها، وانا ما كنبغيش ليه يضغط عليا، خليت هاد الامر كيف هو غادي. بقينا غاديين حتى كنلقى راسي تعلقت بهذا الانسان كثر من القياس، والسنوات من حياتي كيضيعوا معاه. كان يقول لي حتى شي حد ما يديك ولا يجيب وما تدوي مع حتى شي حد في الخدمه، واي حاجه كنبغي نديرها خاصها تكون في راسو. وكان اكد لكم بلي انه ما كانش شي علاقه بيناتنا، كنت ديما تنحس بواحد النقص انا ديك الانسانه الاخرى هي الاولويه في حياته. وهو تيمشي لعندها، ولكن دار الغلط بلي انه اختار يكون معنا بسوج. تيجي تأنيب الضمير من جهتي ويقول لي ما نقدرش نبقى معاها، وكان ارتاح معاك اكثر منها،
ولكن واخا هكاك كنت ديما كنحس بهذا النقص، وكان كيطلع لي الدم وكنقول ليه صافي نتفارقوا. كان يقول لي هذاك النهار هو اللي عمرك ما تحلمي به وغادي تبقاي معايا، ولكن عمرو ما وعدني باللي انه شي نهار غادي يتزوج بيا. كان جبدوا هذا الموضوع تيقول لي هذا الشيء خليه لمولانا، يا غادي تكوني معايا ونكملوا يا عمرني ما ندوي معاك. وهذا الشيء اللي كان يربطني به. الايام غادي تستمر حتى لواحد النهار وحنا كنا في تواصل وكل شيء بخير، مع 9:35 باقا كان عقل ديال الليل صفت لي ميساج قال لي من الاحسن تفارقوا باش محبتنا ما ترجعش عداوه. بما انه كان كبير في العمر فما غاديش يضحك هذا الضحك، بديت كنقول ليه علاش غادي نتفارقوا؟ تيقول لي من الاحسن تفارقوا، ما بغاش يعطيني السبب. مشيت للخدمه وبقيت مصره عليه وغير تنبكي وما قال لي والو. دات هذاك النهار ودار معايا باش انه لاخت ليه يتلاقى بيا باش يقول لي السبب، ولكن ما جاش لذاك الموعد. صفت ليه والو غادي تعاود ليا في ميساج، غادي نعطيك زوج حلول، يا اما غادي تخرج خارج البلاد بحكم الخدمه ديالنا فيها الناس اللي تيخرجوا البلاد، يا اما غادي تزوج. قال لي دابا جوابك؟ قلت ليه اه. قال لي غادي نتزوج بمن؟ ماشي مهم، من الاحسن نعرف شكون. قال لي داك الانسان اللي كتعرفي في نظركم كاين شي حد اللي غادي يفكر في الزواج هاد المده قصيره ما بين نهار ويومين؟ خلاني في ديك الحاله نط فيها هيستيريا والحماق اللي ما كنتمناهاش العدويا، لدرجه وليت انني ما كناكلش ما كنشربش وغير كنبكي في مده شهر. وجد وقاد تخطب وتزوج وداها لدارو، الدار اللي يلاه شراها كاع الحوايج اللي حلمت بهم انا حققتهم وحده اخرى في بلاصتي. في ديك اللحظه المنطق ما بقاش يخدم ليا، ما بقى ليا والو ونتسطى، ما بقيتش قادره نعس ولا نعيش، وليت في حاله مبهدله. ما قدرتش نخرج من الخدمه حيت كنت هزه المسؤوليه لراسي وماما كانت مريضه، اضطريت انني نستمر فيها من بعد 9 سنين على علاقتي به، وعام باش تزوج وسقط الخبار، عام ديال المعاناه. فانا مازال ما تقبلتش هذه الفكره، وليت كنتسنى النهار فوقاش يسالي باش نهرب ونعس ونسى. دباليت وضعفيت، والحاجه الوحيده اللي كنحمد عليها الله ليل ونهار انه ربي خلاني في صلاتي، وجاتني مع عرفه بقيت عاطيها الصلاه والدعاء وما عطيتوش راسي. كنت كنصلي وما كنعرف ما نقول من غير يا ربي تقويني وتصبرني. كنبدا كنسول راسي علاش تفلى عليا، شنو درت ليه؟ حدي زوج مرات في ديك 9 سنين قلت ليه اجي نديرو يد في يد، راني ما باغا منك لا دار لا صداق، شربوا غا الماء ونعسوا على الكرتون غادي نكون قانعه. اهم حاجه اننا نكونوا مجموعين في الحلال، انا ما طالبه منك حتى شي حاجه، حنا خدامين بزوج، داكشي اللي تحط نقسموه بزوج. بقى فيا الحال بزاف لانه تفلى عليا وضحك عليا، هكا فهمت هادشي اللي دار ليا. فمن بعد عام عرفت بلي انه تزاد عنده وليد وهو مزوج، كان تيقلب عليا باش انه يرول لي حياتي، انتقل لبلاصه وحده اخرى لكن نفس الخدمه. كان تيجي ليا وتيقول لي انا راه تنبغيك، وانا في ديك اللحظه ربي اللي عالم بيا. كنت كيف الهبيله كنثق فيه وكان عندي امل باش انه يرجع ليا واحد النهار، ولكن كنت كل مره كنعاود نفس الغلط وكنعطيه فرصه، تنقول لا راه تيبغيني، لا راه غادي يخليها وغادي يجي لعندي، ولكن كنت غير كنكذب على راسي. ما حدي تنقول غادي ننسى، ما حدي كنزيد كنغرق. انا عارفه بلي انه ولاد الانسان ما فيهش خير ليا، وخا تصارعت مع قدر الله، لكن هاد المرحله اولا هاد الامتحان خلاني نتقرب من ربي كثر وكثر، ونولي نقيم الليل ونولي نقرا قران. واحد النهار صرفقت راسي وقلت ملاك نظم القلبه، السيد راه عايش حياته مع مرته مكمل طريقه، وانت غادا اللور ما قداش تزيدي القدام. كانت صعيبه عليا بزاف ولكن قررت وطبقت هاد المره. انا اليوم كناكد لكم بلي انا 80% تعودت على الغياب ديالو، ولا عندي تقبل بلي انه تزوج ودار حياته، وانا عمرني ما غادي نكون ليه ولا هو ليا. وديك 20% بقى ديال الالم والشمته اللي شمتني، اليوم رضيت بشنو وقع ليا، وهو باقي تيحاول انه يجي يدوي معايا، ولكن انا كندير معاه حدود في الهضره لانه جمعنا خدمه وحده، ما بقيتش عاطيه فرصه انه يخربق لي حياتي، وعمرني ما نقدر نسمح ليه على شنو دار ليا. في اللحظه كان كل شيء، وفي اللحظه خدا كل شيء. ماما مسكينه كبرات وعيات، وانا اللي هزه الكره، الماء والضو والصير، وخا حرمه راسي من انني نخرج مع البنات ولا نشري الحوايج ولا حتى المكياج، لانه الصالير ديالي ما كافينيش وخدامه غير بالسوايع، ما يمكنش نبدل خدمتي على قبل داك خاينه لانه ما عنديش بديل. كانت امنيتي انني غير قدر ان ماما اذا كانت مريضه ولا خاصها شي حاجه يكون عندي باش نمشي نشري لها الدواء وباش نديها للطبيب وباش نفرحها، نشري لها مثلا بيجامه، نشري لها جلابه، نشري لها شي حاجه. حيت كيبقى فيا الحال انني صالاري كيمشي غير في الكرا الماء والضو والصير، ومازال كنزيد نتفلف باش نكمل شهري. وهي مسكينه كتصبر وكتسمح في راسها وكتقول لي لا بيتي ماشي مشكل، وكتبقى مسكينه تفكر وكتبقى تخمم ليا. كنقول شوفي انا ماما ما عطيهاش هذاك الشيء اللي مسكينه هي دارت على ودي، ما موفرش ليها، كنبغي غير مره في السيمانه نكون معاها كنخرجها للحمام كيف الناس. مسكينه كتصبر تقدر توصل حتى لشهر ما تمشيش للحمام، شحال من حاجه.
يعني انا ما طالبت شي حاجه، انا الحمد لله قانعه، انا كنحط راسي على المخده وكنقول الحمد لله، حيت الحمد لله مخلصه كرايه، الحمد لله مخلصه الما ديالي والضو ديالي، الحمد لله واكله شاربه ما يدير يدير حتى شي حاجه، ما خارجاش للطريق الحرام ولا خارجه شي طريق خايبه، الحمد لله. واخا هاد المعاناه كامله عمرني ما دخلت على امي درهم ديال الحرام، ولا شفرت ولا مديت يدي على شي حاجه ماشي هي هذيك نهائيا. في 2020 من بعد سنة عاد عرفت بلي أنه بابا مات، فاش بغيت نمشي لقبرو حاولت نتفكر بلي شي حاجة كتربطني به ولا شي حاجة زوينة دارها معايا، ولكن ما لقيت حتى شي حاجة. حتى مؤخرا مشيت لقبرو وتسامحت معاه، فأنا شخصيا كنت سولت ملاك على الورث ديالها من باها الله يرحمه بما أنه كان ميسور. وهنا تخيلوا غادي نجبد معاها قصة واحدة أخرى اللي صدمتني بها. بدات كتبكي بكاء هستيري وتنتوما ما غاديش توقعوها، قالت لي بلي انه انا ماشي بنتو بالحقيقية، انا غير مربية، وهادشي كنت فاش كنت كنقرا في السابع اعدادي، كنت كنقرا كنقلب في شي ورق كنقلب على التصاور ديالي فاش كنت صغيرة، حيت ما بقاوش عندي بزاف كنت بغيت نشوفهم، وطحت في شي ورق وقريت بلي انا ماشي بنتهم الاصلي. اصلا انا ما بغيتش من دول الورد، سوا كنت بنتو سوا ما كنتش بنتو، حيتاش انا في الاصل ما عنديش هذيك اللهفه ديال الفلوس ديال بزاف الحوايج. انا الحمد لله قانعه، انا ربتني امي احسن تربيه انني نقنع بداكشي اللي عندي. ماما عمرها ما خلاتني نحس بشي نقص، قريت في دوك الوراق بلي ماما هي خالتي، ما نقدرش نتحاور معاها في هذا الموضوع باش ما ناديهاش. حدي سولتها واحد النهار لما اكتشفت هذا الامر، قالت لي انا اللي نقدر نقول لك بلي انها هي امك، وفعلا امي هي اللي تعذبت عليا ماشي هي اللي ولدتني. وكيف عاودت لكم بلي انا خرجت كتخدم عساسه كتغسل الطوموبيلات نقات الطوار وحشاكم باش انا نقرا ونكبر وباش نوصل، داكشي باش انا ما بغيش نحسسها بحتى شي نقص. الام هي اللي كتربي وماشي كتولد، هذه كنأكد عليها. انا لدابا عمري ما قلت لشي حد بلي ماما راه ماشي هي ماما، هذا سر بيني وبين نفسي، حيت ما كنحسش بلي انا متبنات، وماما ما خلاتنيش اصلا نحس بهذا الاحساس. العبره من قصتي باختصار مفيد. غير هو انا كنتمنى اي دريه ما تطيحش في هذا الموقف. انا اللي غنقول لك هذاك الشيء اللي وقع لي وانا صغيره مع والدي، راه مكتب ما نقدرش نقول فيه شي حاجه، ولكن بالنسبه ان اي بنت في حالي تكون اي واحد كيضحك لها، ماشي اي واحد كيضحكك راه كيبغي لك الخير. كنتمنى من اي بنت وحده ما تثق في شي واحد، واخا ما عرفتش شنو دوز معاه. اذا بغاك غادي يجيك لداركم، اذا بغاك يقصد بابكم، شحال كاع شهر شهرين او مو بعدا غيجي لداركم. انا بالناس بغيت ماشي يبقى يدور بيك يدور بيك يدور بيك، وفي الاخر تجي وحده ويديها، ولا تجي في الاخر جوج امو ما يدافع عليك ما ياخذك ما يدير حتى شي حاجه. وهذه هي كانت حكايه ملاك يا ساده يا كرام. عفاكم قبل ما نقول كلامي، انا ما بغيتش اليوم نعطي لا نصيحه لا حتى شي حاجه لملاك، بغيتكم نتوما تكلموا معاها، نتوما تقولوا لها شنو كاين. من غير هذا عندي توضيح لبعض الناس، كاين بعض الناس اللي تسمعوا بحال هاد القصص تيقول لك فاش كتشاركيهم معنا كانك كتشجعي الناس انه يدخلوا في علاقات محرمه. السؤال ديالي لهاد الناس، فين هما التاكيدات ولا التشجيعات ديالي ولا الكلام ولا الجمل اللي كنقول فيهم باللي انه دخلوا لهاد العلاقات المحرمه؟ ابدا وما يمكنش ومستحيل نشجع على شي حاجه اللي ربي حرمها. انا كنعاود هاد القصص باش يكونوا عبره لكل وحده كتسمعني، لكل وحده عمرها ما دازت شي تجربه، اولا لكل وحده عندها لهفه انها تدوز من هاد التجربه، اولا لكل وحده تغرى صاحبتها او المحيط ديالها انها دير بحال هذا الشيء. انا دائما نصيحتي والهدف ديالي من هذا البرنامج انكم ما تدخلوش في العلاقات المحرمه، والله العظيم ربي ما حرمها الا وتيجي من بعدها الاذى. ونهار كديري حياتك وكتزوجي كتقولي يا ريت انني ما دخلتش فيهم، يا ريت كون خليت الماضي ديالي نقي، حيت ضروري كيجيك تأنيب الضمير. سمحوا لراسكم انكم تعرفوا على اشخاص واللي بغاكم يدق باب داركم، ومرحله الخطوبه تحللات باش انه كان تعرفوا على بعضنا، الى الى لا. وفوق هادشي كاينه صلاه الاستخاره اللي ما يمكنش ننكروا القوه ديالها، نلتجئ لمولانا وما نحاولوش اننا نقلبوا على النقص ديالنا ولا الحرمان ديالنا او قله العاطفه ديالنا في اشخاص وحد اخرين اللي يزيدوا ياذينا.
ما عشناش الحب، تحرمنا من الاب ديالنا، تحرمنا من والدينا، تحرمنا بزاف ديال الحوايج. ولكن لا، هذا لا يعني انني نمشي نقلب عليه عند شخص اخر. شكون اللي ضمن لي داك الانسان بحال القصه ديال ملاك انه يستغل هذه النقطه؟ ما نكونوش جبناء، ما نكونوش بلداء، نعزوا نفوسنا، نكرموا نفوسنا، وما نصدعوش راسنا مع العلاقات، لانه غادي يجي واحد الوقت ربي مكتب ليك في الكتاب ديالك انه فين غادي تزوجي بواحد الشخص اللي هو ديالك ومكتوبين في السماء. واذا ربي ما كانش مكتب ليك داك الشخص او لا ما مكتب ليكش حتى الزواج، واخا تخبطي مع السماء والارض، راه لا هي لا، راه ربي ارحم بنا من والدينا واقرب لنا من حبل الوريد. واش كتخيلوا هذه الجمله؟ اقرب لنا من حبل الوريد. عافاكم. لكل طفله غادي في المراهقه، لكل مراهقه، لكل بنت، لكل انسانه، لكل مطلقه، ايا كان، ما ترخصوش ريوحكم وفكروا ألف مره قبل ما تديروا خطوه في اي حاجه. هذه كانت حكايتنا الليله. وانتم يا متابعين يا كرام، عائله سلامي ليك، من فضلكم من فضلكم خليوا كلام جميل لملاك، دعيوا ليها مع الام ديالها، دعيوا ليها انها تقوى وانها تبني مستقبل احسن باش تعوض ميمتها وتعوض روحها. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لما تكلفكم حتى شي حاجه. سلام سلام.